السلام عليكم الاصدقاء، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم حميد من محل المكملات الغذائيه. اليوم غنحاولوا نتعرفوا على واحد المكمل جديد اللي هو مكمل الكرياتين ديال شركه الروفليكس. غنحاولوا نتعرفوا على الفوائد ديالو والمميزات ديالو في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. بس تمشيو فين بقاو معايا. على بركه الله الاصدقاء، مكمل الكرياتين لشركه الروفليكس العالميه. اولا شنو هو الكرياتين؟ الكرياتين الاصدقاء هو واحد الحمض اميني اللي كنلقاوه في اللحوم والاسماك، اللي تقريبا في كل كيلو ديال اللحم فيها 5 غرام ديال الكرياتين. يعني صعيب باش ناخذ الاحتياجات اليوميه ديالنا من هذا الحمض الاميني اللي هو الكرياتين. يعني خاصنا مكمل غذائي اللي هو مكمل الكرياتين. فمكمل الكرياتين الدور ديالو في الجسم انه كيمدك بالنشاط والطاقه، وايضا كينشط الانسجه العضليه، وعنده دور فعال في تمدد الانسجه العضليه وفي النمو ديالها، وبالتالي كيتزاد حجم العضلات. وافضل وقت تقدر تاخذو هو مورا الحصه الرياضيه، من الاحسن مع وجبه غنيه بالكربوهيدرات بسيطه باش الجسم يستافد منه مزيان. والكرياتين بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى مشكل في الصحه فما كيتشكل عليهم حتى خطر. الحاجه الوحيده اللي غادي ننصح بها الاشخاص اللي كيستعملوا مكمل الكرياتين هو يشرب الماء مزيان. فهاد المكمل كيعطيك في كل سكوب 5 غرام من الكرياتين المونوهيدرات، اللي كتعتبر من اجود انواع الكرياتين اللي كاينين. كيتعتبر مكمل الكرياتين اكثر مكمل تقدر تخسر عليه فلوسك، لانه مفيد بزاف للجسم وكيعاون الاشخاص اللي كيمارسوا رياضات كامل الاجسام. وفي الاخير نتمنى نكون عطيتكم فكره بسيطه على هذا المكمل هذا ونكون فدتكم شويه. والسلام. السلام عليكم.